احنا نحكي عن النيد ديس اوردرز. طيب النيد ديس اوردرز قبل ما نبدا رح نبدا هيك بشويه اناتومي. اطلعوا هذا 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 اللي هون اسمه كوادريسبس تندون، هاي باتيلا، هذا باتيلر تندون. الكوادريسبس تندون مربوط بمسلز، شو هم المسلز؟ هم واحدة تنتين وثلاثة وتحتها أربعة. واحدة منها على جهة الفيبيولا هاي نحكي لها فاستس لاتراليس، اتفقنا؟ اثنين اللي على الجهة العكسة هاي فاستس ميدياليس، واللي بالنص اسمها ريكتس فيموريس، ماشي الحال؟ تحتها شيء اسمه فاستس انترميدياس. فهي صارت كوادريسبس ماصلة واصلة بتندون. شو اسمه هذا التندون؟ كوادريسبس. بعدين واصلة بباتيلا، بعدين الباتيلا واصلة بالتيبيا توبيركل بواسطة تندون تاني اسمه باتيلر تندون. هاي الكوادريسبس تندون مع الباتيلا مع الباتيلر تندون اسمها اسمها اكستنسر اباراتس او اكستنسر ميكانيزم. شو اسمها يا عبد الله؟ اكستنسر ميكانيزم، تمام، او اكستنسر اباراتس، واحد من الاثنين. اول شيء راح نحكي عنه هو الباتيلر تندينايتس. الباتيلر تندينايتس، الباتيلر تندينايتس هي شو اللي بيصير في عندي بالباتيلا بالباتيلر تندون؟ بيصير في عندي اكايند اوف مايكرو تيرز. برجع عليه هذا الباتيلر تندون، بيصير في من كتر ما بيصير عليه شد وحركه بيصير في عندي مايكرو تيرز خاصه محل ما بيلتقي الباتيلر تندون مع مين؟ مع الباتيلا. يعني انا بحس له تندرنس، راح احس له تندرنس وين؟ على الانفيرير بول اوف ذا باتيلا، ماشي الحال؟ راح يصير في عندي مايكرو تيرز. عارفين شو يعني مايكرو تيرز؟ يعني تمزقات لكن على المستوى الميكروسكوبي، مش تمزقات كبيرة، ماشي الحال؟ هاي التمزقات اللي على المستوى الميكروسكوبي زي أي جرح بإيدك، مش بنفخ وبيصير أحمر إذا انجرحت إيدك الجلد تبع إيدك؟ نفس الإشي هناك، بتسوي a kind of يعني a kind of healing process. healing process هاي painful صراحة. فعشان هيك الباثولوجي in general is it inflammatory pathology؟ لا، it is a degenerative أو overuse pathology، ماشي الحال؟ يعني التير صارت نتيجة الاستخدام أكثر أو نتيجة العمر أكثر. هذا الكونديشن بسموه إيش؟ جمبرز ني. بسموه إيش؟ جمبرز ني، لأنه أنو أكثر ناس بيصير عندهم شد على الباتيلر تندون؟ هم الناس اللي بنطوا، هم الناس اللي إيش؟ بنطوا، خاصة بالرياضات اللي فيها نط كتير. شو الرياضات اللي فيها نط كتير؟ سلة. إذا بدعت باسكتبول، فوليبول، هدول هم. فإذا بيجوا بالشباب بيجوا بهدول الناس اللي هم اللي بنطوا كتير، الرياضات اللي بتنط فيه. فالباثوفيسيولوجي هي degenerative rather than inflammatory أو overused rather than inflammatory، لأنه مع الoverused بيصير في عندي إيش؟ micro tears. اتفقنا؟ yes. concept. شايفين هاي البايسبس؟ هاي البايسبس اطلعوا لما رفع الثقل هاي البايسبس شدت، وشو صار بالعضلة؟ contraction. كسرت. فهذا بسميه concentric contraction. بسميه ايش؟ concentric contraction. العضلة انقبضت وايش؟ قصرت. لو كان الثقل اكبر وشادد العضلة، بس ايش الثقل ماله؟ قاعد بفرد في ايده. فالمسل شو صار فيها؟ contracted ولا لا؟ بس ما في شارترينج. بس ايش بيصير بالعضلة يعني؟ بس العضلة طولت. بس اذا صار في عندي كونتراكشن في المسل بس العضله طولت، هذا بسميه اسنتريك او اكسنتريك كونتراكشن. انو العضله ممكن يصير فيها انجري اكثر، بالكونسنتريك ولا بالاكسنتريك كونتراكشن؟ اكسنتريك. بالاكسنتريك كونتراكشن اللي بيصير عندي، هذا اللي بيصير عندي في الباتيلر تندون. الباتيلر تندون شو وظيفته؟ يسوي اكستنشن عني ولا فليكشن عني؟ اكستنشن عني. فإذا كانت الكوادريسبس أو يعني كل الأباراتس أو كل الإكسنسيزم مسوية إكستنشن بس قاعد الني بتروح بفليكشن، شو بيصير على المسل والتندونز هدول؟ إكسنتريك كونتراكشن، مش هيك؟ بيصير إكسنتريك كونتراكشن، فبيصيروا عرضة إنهم إيش يصير فيهم؟ إنجري أكتر. طبعا الانجري هاي بتبلش بمايكرو تيرز وممكن تصير ايش؟ فول تيرز. بس احنا بنحكي هلا عن المايكرو تيرز. فهدول اللي بنطوا دائما لعيبه الفولي بول، شايفينه هذا كل ما بنزل على الارض بيصير عنده ايش؟ اي نوع من انواع الكونتراكشن؟ اكسنتريك. لانه هو بنزل الركب ثانيات وبده يوقف حاله، مش هيك؟ يوقف حاله في ماشي الحال. فدائما في عنده مينيمال اكسنتريك كونتراكشن.
فعلشان هيك انا حاطط هاي الصوره الباتيلر تندينايتس بتصير بتطلع طلعوا شاب ولا بنت هو؟ شاب مبين انه ادوليسنت ولا ادلت؟ ادوليسنت بالميلز الادوليسنت اللي بيلعبوا ايش؟ فوليبول واللي عندهم الكوادريسبس مش والهامسترينج مش فليكسبل ماشي الحال؟ فهمتوا شو الريسك فاكتورز؟ بالمنطق السيمتومز ايش بيحكي المريض؟ انه عنده ايش؟ انتيريور ني بين. ما احنا حكينا اصلا بيصير البين كله معظمه على الانفيريور بول اوف ذا باتيلا او على الباتيلر تندون بس بالذات على الانفيريور بول اوف ذا باتيلا. في البدايه بيكون البين بعد ما يخلص اللعب بين فولوينج اكتيفيتي، لكن بالليت فيزز بيصير البين ديورينج او حتى ايش؟ قبل الاكتيفيتي. فهمتوا علي كيف؟ قبل الاكتيفيتي يعني ممكن يقعد لفتره وهو ثاني ركبه يصير في عنده بين. هاي متى بتقعدوا هيك لفتره طويله؟ لما تحضروا محاضرتي زي هيك ممكن تكونوا قاعدين على الكراسي لفتره طويله، او لما تروحوا على وين يوم الخميس؟ السينما. على السينما. اذا الواحد قاعد فتره طويله ثاني ركبه وصار عنده بين على الانفيرور بول اوف ذا باتيلا، على الاغلب هاي بسميها موفي ثياتر ساين. موفي ثياتر ساين اللي هي دليل على الباتيلا تندينايتس. فاهمين علي وانا بحكي شو ولا صعب؟ طيب بالفيزيكال اكزامينشن ايش راح تلاقي يا ايمان؟ راح يكون في عنده بين، يعني راح يكون تندرنس. وين؟ عند الانفيريور بول اوف ذا باتيلا. وهذا بخلينا نسوي شيء اسمه بسيط، نلاحظ بسيط ساين. بسيط ساين انه اذا انا خليت الرجل ممدوده يعني باكستنشن وحسيت على الانفيريور بول اوف ذا باتيلا راح يكون في عندي تندرنس. اذا انا سويت فليكشن وحسيت الديستال بول اوف ذا باتيلا هذا التندرنس راح يروح. هاي الساين كثير اسوشيتد مع مين؟ مع الباتيلا تندرنس. ماشي الحال؟ ايمجينج بالمنطق بصوره اكس راي. الاكس راي شو بشوف فيها؟ بالعاده ولا شيء. فيها ولا شيء. تذكروا انه المايكرو تيرز راح تجيب للمنطقه بلاد سبلاي عند الانفيريور بول اوف ذا باتيلا. فالبلاد سبلاي هاد بيعاود بغذي البون، فممكن يسوي فيه شيء اسمه ايش؟ سبير. ممكن يسوي فيه شيء اسمه سبير، فممكن يصير انفيريور باتيلر سبير. ماشي الحال؟ سبير عارفين شو يعني سبير؟ يعني هيك زي عظم صغيره، عظم زياده، عظم زياده منقار او عظم زياده. ماشي الحال؟ الالتراساوند كمان ممكن انا اشوف فيه ثيكنينج، الام ار اي ممكن اشوف فيها سيجنال للباتيلر تندون. اتذكروا انه التندونز والليجامنتس والمينسكاي دائما على الام ار اي شو ببينوه؟ سود. بينوا ايش؟ سود. فاذا صار فيهم سيجنال بيضاء معناته انه في انا عندي هون ايش؟ باثولوجي. فهمتوا علي كيف؟ ففي المرا بيبين تندن ثيكنينج وسيجنال. اطلعوا هون شايفين؟ يس. شايفين محل السهم؟ اوب انا شو سوين؟ شايفين محل السهم؟ مين معي؟ عبد الله تقول لي شو الاستراكشر هذا اذا سمحت، هلا انا بشاور عليه. هذا الكوادريسبس تندون. كوادريسبس تندون. وهاي الباتيلر تندون. هاي باتيلا. هاي الباتيلا. وهذا تحت الباتيلر تندون. باتيلر تندون. طلع لي كوادريسبس شو لونه؟ اسود صح؟ اسود. طلع الباتيلر تندون كله لونه اسود، بعدين عند محل الانفيرير بول اوف ذا باتيلا شو صار في سيجنال عليها سهم؟ اللي هي ال أبلغ. صار في سيجنال جوا التندون، سيجنال بيضة جوا التندون. هاي ماشي مع مين؟ مايكروتير. مع المايكروتيرز، مع الباتيلر تندينايتس، مع الباتيلر تندينايتس. طيب اطلعوا على الصورة اللي بعديها. هذا اللي بشاور عليه محمد سيف، هاي اللي شاورت عليها هيك. هاي شو اسمها؟ باتيلا. شو شايف تحت الباتيلا يا محمد؟ طلع هون في هايبر دنسيتي، هيها هيك حمراء شايفينها؟ هلا بشيلها. طلعوا كويس، هاي بدي اشيل الاحمر، شفتوها؟ اه واضح. ما هذا يا محمد ابو هاني؟ يعني زي ما حك يعني مش عارف، مايكرو تير يعني. مايكرو تير يعني بالاسباني، احكي باي لغه يعني، عربي واسباني وايطالي، احكي وانجليزي. هاي شايفينها هاي الزياده العظمي، هاي بسميها ايش؟ سبير. ابدعته بسميها سبير. هاي انفيرير بول سبير. سبير يو ار.
اتفقنا؟ واضح الأمور؟ أوكي we go to the next. التريتمنت كيف تبع أي إشي بالعظام نان أوبراتيف أو أوبراتيف. دائما we apply the principle of non operative هو بيكون المين ستي في البتلر تندينايت. الصراحة ماشي الحال. النان أوبراتيف يعني واحد بنحكي له price principle. price principle يعني protection, rest, ice, elevation and compression. ماشي الحال. زائد الفيزيوثيرابي ان انا بسوي الفيزيوثيرابي زائد الانالجيزيا. هذا نان اوبراتيف تريتمنت. الاوبراتيف تريتمنت شفتوها هاي السيجنال اللي صارت بدخل عليها سيرجيكالي وبسوي لها اكسجين بشيلها. وبعدين اللي بضل من التندون بخيطه لان انا رح اشيل جزء من التندون الموجود عند هاي السيجنال. بقيت التندون رح يضل يصير في عندي ديفكت محله رح اخيطه. لكن نادرا يعني انا هلا صار لي بجوز 12 سنه بالعظام ما اضطريتش اسوي لابتلر تندينايتس ولا مره ايش عمليه. اتفقنا؟ يعني بالعاده المين ستي ايش؟ نان اوبراتيف. نان اوبراتيف زي البتلر تندينايتس. بمين بيجي؟ بالكوادريسبس. فاسمه كوادريسبس تندينايتس. از ات انفلاماتوري ولا از ات نات انفلاماتوري؟ انفلاماتوري. ات از ايش؟ بنرجع نحكي it is degenerative اكثر ما هي inflammatory. it's a micro tear issue اكثر ما هي ايش inflammatory issue. فاهمين علي؟ بتصير بالميلز ولا بالفيميلز اكثر؟ ميلز. باي رياضات؟ الجامبينج سبورتس. زي ايش وايش؟ هيني انا مشاور عليهم بالطابات. هاندبول والباسكتبول. الفولي بول والباسكتبول.